وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي، فيما ترأس فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الجانب الصيني. وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية، سعيا لترسيخ آفاق التعاون القائم، وأن يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي بين البلدين الصديقين ذا طابع خاص وامتيازات خاصة. كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. هذا وساد المباحثات جوا وديا عكس عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين. كما وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه دعوة رسمية لفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لزيارة دولة الكويت.